اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام بحلقه جديده من برنامجكم اليومي صوتكم، راح نعرض لكم بها ابرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر ارقام هواتفنا حتى تعطونا ارائكم بالمواضيع اللي احنا راح نطرحها عليكم، من مواضيع انتم صورتوها وانتم وثقتوها وانتم نشرتوها على مواقع التواصل الاجتماعي، او بالمواضيع اللي انتم تريدون تحكون ويانا بها على ارقام البرنامج اللي تشوفوها اسفل الشاشه. تقدرون تتصلون بنا باي لحظه من لحظات البرنامج على واحد من ذني الأرقام في حال ما تأمن الخط وياكم لأي سبب كان. تقدرون تتواصلون ويانا على الرقم الأخير، رقم برنامج الواتساب المخصص لحلقة صوتكم، برسالة مكتوبة نقدر نقرأها إن شاء الله بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم. أتمنى تكون الرسالة متبوعة بالاسم والمكان، وأعتذر ما أقدر أستقبل أي رسالة صوتية أو مكالمة على برنامج الواتساب لأنه ما تظهر عندي. نبدأ حلقة اليوم مشاهدينا الكرام، وأول ملف ويانا بحلقة هذا اليوم هو ملف مقاطعة الانتخابات. الكل يعرف أنه مسرحية الانتخابات انتهت وأزل الستار عنها، وحاولت الحكومة بكل جهودها أنه تنجح هاي الانتخابات وتخلي نتائج المشاركة تبين للعالم بأنه هي مشاركة كبيرة، لكن المشاهد اللي وصلت من مراكز الانتخاب كانت تبين عكس ما أصدرته مفوضية الانتخابات. يعني تخيل انه انت الناس مقاطعه وما حد رايح والفيديوهات تبين هذا الشيء، ومفوضيه الانتخابات تعطيك ارقام غير هذا الامر. عندنا فيديو من احد مراكز الانتخاب بمدينه الناصريه في محافظه ذي قار. هذا المركز الانتخابي خلى من اي ناخب؟ يعني تخيل هذا المركز الانتخابي ما حد طابله، بس اللي موجودين به هم موظفين المفوضية ومراقبين الكيانات، دول بحدهم كانوا موجودين بهذا المركز الانتخابي، لكن دول اللي كانوا موجودين قاعدين عطالة بطالة بدون شغل لأنه الناس أزفت عن المشاركة بالانتخابات. خلونا نشوف. اللي ما تريد تطلع بغشي. شلون الانتخابات؟ تشوفون المشاركة الكبيرة 40%، يعني ما يقارب النصف. وينهم؟ 1 2 3 ماكو، الناس ما رايحة. ال40% منين جابتها مكتب المفوضية؟ راح يجيني واحد راح يقول لي منين هذا كلامك؟ راح أقول له من مكتب المفوضية. مكتب المفوضية بمحافظة ذي قار، تعرفون شنو اللي قال؟ قال إنه أكو الآلاف من البطاقات الانتخابية موجودة لحد هاي اللحظة وراء انتهاء الانتخابات بالمكتب مال المفوضية المستقلة للانتخابات في المحافظة، واللي أهلها أو أصحابها ما استلموها. ليش؟ لأنه أصحاب هاي البطاقات الانتخابية قرروا أنه يقاطعون الانتخابات بوقت سابق. لهذا السبب لا أجوا إلى المكتب ولا حدثوا بياناتهم ولا استلموا بطايقهم. السؤال اللي ينطرح هنا، الناس ما راحت والفيديوهات اللي انتشرت ما راحت، بينت ان المراكز الانتخابيه فارغه، وبينت ان المراكز الانتخابيه ما بها اي ناخب، ومن الصبح لليل ينعدون على اصابع. النسب اللي قالتها المفوضيه منين جابتها؟ هاي رقم واحد. رقم اثنين، هاي اللي دا يصير والناس هسه ما راحت، وهاي الفيديوهات اللي جاي تنتشر، تردون الناس تصدق بالنسب اللي انتم تقولوها؟ تعال نشوف سبب خلو مراكز الانتخابات من المواطنين والناخبين في محافظة ذي قار. موجودة
إذا اليوم ينتشر هذا الفيديو وكل هاي البطائق موجودة بالمركز أو بالمكتب، لعد منه اللي راح انتخب؟ النسبة اللي انتو طلعتوها منين طلعتوها؟ واحد يرجع ويسأل ويقول أريد النسبة اللي انتو طلعتوها منين؟ فضائيين جو ينتخبوا، ناس ما حد يشوفهم جو ينتخبوا، ناس لابسين على قولة الأفلام المصرية القديمة طاقية لخفة وجايين ينتخبون وطلعوا، ناس ما نقدر نشوفهم وهميين هم اللي جو ينتخبوا وطلعوا، لو صناديق جتي مليانة ومعباية من قبل هاي النسبة اللي انتو حطيتوها وتنتظرون الناس تشارك فوقها. يعني هاي النسبة تحصيل العفو، مشاركة الناس تحصيل حاصل، بس هاي النسبة 40% أو 45% هاي النسبة اللي انتو متفقين عليها واللي انتو تردوها. هذا الفيديو من بغداد، ذاك من محافظة ذيقار، وراء مكتب مفوضية محافظة ذيقار. هذا الفيديو عدنا من بغداد، وثقلنا يا أحد المواطنين قاعد يصور أحد مراكز الانتخاب بالمحافظة أو بالعاصمة العراقية بغداد، وبين أنه رغم مرور ساعات وساعات على بدء التصويت لكن المركز ما دخل أي أحد من الناخبين. خلونا نشوف. يوم الانتخابات وماكو ولا ناخب، قطية ضالين بس الشرطة تفتر. هاي شوفوهم، هاي لحد الآن الساعة هسه فوق العشرة وكل شيء ماكو ولا واحد يجي. زين واو، بس الشرطة تفتر لحد العشرة الصبح وكل شيء ماكو. زين هاي الشرطة أكثر من الناخبين، الله وكيلكم. زين كل شيء ماكو، هاي بقى من الصبح اللي جاي. يعني الشرطة إذا يريدون يضيعون بيهم بيوم الاقتراع العام ما يقدرون، لأنه الشرطة من ضمن القوات الأمنية، فيكون الاقتراع ضمن الاقتراع الخاص، واللي طلعنا به فيديوهات تبين لكم أنه أكو واية بينوا أنه هم انجبروا يروحون جبر من قبل المدراء ومن قبل المسؤولين ومن قبل الآمرين حتى يروح ينتخب، وأغلبهم أتلف الورقة الانتخابية مالته لأنه ما يريد ينتخب، ذولا القوات الأمنية. أما الشعب ده تشوفون أمامكم، لأن فيديوهات وأكو هواية، أكو هواية فيديوهات تبين أنه لساعات وساعات وساعات مراكز الانتخاب بالعراق فارغة، فالنسب الكبيرة للمشاركة وين؟ أريد يطلع لي مسؤول المفوضية، الناطق الإعلامي، مدير المكتب الإعلامي، مدير المفوضية، رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات، يطلع لي ويقول لي نسب المشاركة بكل محافظة شقد وبكل مركز انتخابي شقد وشون قدرتوا تلمون هذن النسب، إذا ذن الفيديوهات اللي جاي تنشر. الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق موجودي أنا من علي العطوي الحجيمي: شكرا لكل الشرفاء الذين قاطعوا انتخابات الفاسدين. سيد ثامر الحسيني: المفوضية بيديهم والنسبة اللي يريدوها تعلن. أما أبو سيلين يقول: شعب ما شاف من الانتخابات شيء زين، ينتخب ما ينتخب هي نفس الأحزاب. ورجل شرقي علق يقول: تصير مشاركة الشعب شو وقت ما تتغير المفوضية وقانون الانتخابات والوجوه الفاسدة يشارك المواطن. يعني هنا الأخ يقول: تردون نشارك؟ غيرون المفوضية؟ غيرون قانون الانتخابات؟ غيروا ذن الوجوه كلها وراها تدللون؟ احنا نجي ونشارك بأي انتخابات انتو تردوها. أبو حسن من بغداد حياك الله. ابو حسن، السلام عليكم استاذ افل. عليكم نعم السلام. نعم وياك. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. تحياتي لحضرتك ولقناه الرافدين الموقره. تحيه ودوم يا اخوي. الله يسلمك. بالنسبه هاي الانتخابات حبيب الغالي، هاي ضحك على الذقون. نعم. من 2005 لحد الان انا تورطت وانتخبت مره واحده، انتخبت بال 2005 بجبل ايات علاوي.
نعم. وتندمت من ذاك اليوم لهاليوم. ما انتخبت لحد الان اصبعي نظيف ما لكعته بهيك حكومه قدره وسخه. نعم. شنو اللي استفادينا من عندهم من 2003 لغايه اليوم حتى ننتخبهم؟ نعم. ما شفنا الا الظلم والقهر. لا رجعوا نازحين، لا طلعوا مساجين. يجوا لك على المساجين وهذا تعالوا هذه انتخبونا حتى نطلق سراحكم، يضحكون عليهم. كذلك على الجيش، على الشرطه، على الحشد. يعني نعم. ما شفنا يجي واحد لازم ينتخبهم على حسين يهددوا حتى لا ينفصلوا، هذا مجبور يبقى وياهم وينتخب لانه عنده عائله عنده اطفال. نعم. احنا ما ننتخب هيك حكومه حقيره وساقطه خلقيا. يضحكون على الشعب العراقي من 2003، اقسم بالله العظيم ما عنده ذره من الشرف والغيره. كل من راح انتخب. نعم. كل من راح انتخب هذول حشاك الانذال الساقطين ما عندهم شرف. حكومه ما استفادت شيء من عندها. ظلم وقهر وقبلها ذله بذله. نعم. فعار وخزي، بصمه عار وخزي على كل من راح انتخب. هذول اللي راحوا انتخبوا عندهم مصالح ومستفيدين من هاي الدوله. نعم. عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله، شكرا شكرا ابو حسن. صاروا مراشحي الكتل السياسية والأحزاب اللي خسروا بالانتخابات أو فشلوا، هم كلهم فاشلين بالانتخابات لأنه شفنا العزوف. صاروا محط سخرية بالشارع العراقي ومواقع التواصل الاجتماعي، لأنه أولا لعدم التصويت لهم من المواطنين اللي قرروا مقاطعة الانتخابات بسبب تكرار ذات الوجوه وذات الأحزاب اللي الشعب ناقم من عدها وما يريدها وما يريد يشوفها. يقول لك أنا ما شفت منها خير، ليش أرجعهم مرة الأخرى؟ ليش يبقون على رأسي؟ أحزاب سرقتني، أحزاب نهبت خيراتي، أحزاب نهبت بلدي، أحزاب أخذت حقوقي، أحزاب سلبتني حقوقي، أحزاب خلتني أتهجر، أحزاب خلتني أعيش بضيم، أحزاب خلتني من تمطر الدنيا تغرق، أحزاب خلتني أعيش بهم الكهرباء، أحزاب خلتني أعيش بهم المي، أحزاب خلتني أعيش في هم وهم وهم وهم. ليش أبقيه؟ شنو اللي صار؟ تتذكرون قبل فترة الجماعة، لأنه إحنا قبل كل انتخابات نبدي نشوف خدمات آنية، وآني قلتها هنا، قلت خدمات آنية. هذا اللي صار بدياله. مرشح كان مرشح نفس الانتخابات عن محافظة دياله، أهدى إحدى مناطق المحافظة محولة كهرباء. ليش؟ قالهم يا بنتخبوني أريدكم أنتم تصوتون إلي وتنتخبوني، وهاي محولة الكهرباء هذه منطقتكم. لأنه الأخ تفاجأ وهو ما حصل على أي صوت بهاي المنطقة، دز جماعته وقال لهم المحولة اللي أنا دزيتها شيلوا لي إياها. تعالوا نشوف. ده راحي للشارع أبو حسين البوسي يخلوا أي المحل. دراحي للشارع ابو حسين البوسي يخلوا اي المحل. الناس ماخذيها بالضحك. خي انت ما حطيت لهم المولده مال الكهرباء، لو منتخبيك تحط لهم مولده ثانيه هديه لهم لانه انتخبوك. ولما مرادوك وشافوك انه انت جاي من البدايه تضحك عليهم، جيت شلت المولده. مرة قلناها وقلت اشتغلوا لأجل الناس هم ينتخبوكم، لكن أن تسوون هاي الأفعال راح تخلون العالم أصلاً ما دير لكم بعد. من البصرة عندنا ناشط سخر من خسارة المرشحين وصراعهم على الكرسي والمنصب، وعنده تساؤل بنفس الوقت. قال لما هم رشحوا وبدأوا يسوون دعايات انتخابية صرفوا فلوس أموال طائلة بلاوي انصرفت على دعاية ولافتات وصور ورشاوي إلى ناخبين وشراء أصوات حتى بس ينتخبوهم. فهل يا ترى هاي الفلوس اللي انصرفت من أجل منصب عضو مجلس محافظة اللي راتبه 2.5 مليون فقط، لو من أجل السرقات والمشاريع؟ كان هذا تساؤل الناشط ويانا، خلونا نشوفه. ويا عليك الله لا تروح وتقطع بي اي نظلة. هذا الكرسي هذا صرفنا عليه، وهذا اللي قعدنا وين الناس،
اجتمعنا وندوات وصرفنا مئات من الملايين. طبعا هذا الكلام موجه لبعض المرشحين مو الكل، اكو مرشحين خبطه وخبط الله اكبر على رؤوسهم، صرفه وصرف وعلي ما صار بحد. معقوله على 2.5 راتبك الشهر كعضو مجلس محافظه 2.5 الشهر وانت صارف لك مليار؟ هذا الفيديو صارف مليار العباس عليك، ايش راح تسوي؟ حضرت لك افرق مستشارين للخبط تصويت المشاريع. الله اكبر عمي، شبابنا عزانا بعد ساعه وانتهي الانتخابات، طلعوا لمونا الحدايد السكراب هذا رزقكم، اخواننا العتاقه تبيان بحالكم ما تقولوا لي روح لمون الغراب. اخوان وانتم المراقبين مال المرشحين الله يحفظكم، صفط الرحلات رجعوه للصفوف، الرحلات طلعتوهن حتى الناس تنتخب رجعوه للصفوف الله يحفظكم. اذا هذا كرسي بملايين البلاستيك الاحمر، الكرسي ذاك الجلد اللي مرتب ايش قد راح يصرفون عليه؟ والاخ قال انا احكي عن بعض المرشحين، لا اجمع ضرب بكسر طرح ما اعرف شنو، شو تريد تسوي عمليه رياضيه سويها بس اجمع، والناتج الكل محصورين في دائره. اللي خلاني احكي هاي الكلمه واقولها عقد يم من الزمن 2023 راح تنتهي 20 سنه بالتمام والكمال. شنو اللي قدموه لابناء الشعب العراقي؟ رواتب، حياه كريمه، بنى تحتيه، كهرباء، نفط، مي، غاز، مشاريع صناعيه، زراعه، كلمه صنع في العراق اصبحت تضاهي الصناعه اليابانيه والاوروبيه والامريكيه مثلا، كلمه صنع في العراق الان تباع في كل دول العالم وهي ذات منشأ رصين والعالم كلها تدورها، وخلت العراقي يفتخر بهذه الكلمة. الجواز العراقي الآن أصبح أفضل جواز بالعالم لدرجة أنه الدول العالم بالمطارات تأخذ لك تحية جوازك العراقي. شنو اللي قدموه للمواطن حتى تقول لي البعض من عندهم جاي من أجل الكرسي؟ النازحين اللي بيوتهم تفلشت ومزارعهم تفلشت وحلالهم راح وأهلهم خسروا بعض من عندهم وابتعدوا عن البعض الآخر، رجعوهم عوضوهم قدموا لهم شيء؟ المدن المدمرة أعادوا إعمارها، الجسور، المدارس الآيلة للسقوط، العشرات الآلاف من المدارس اللي كان من المفترض أن تبنى وما انبنت، المنهاج الدراسي الرصين اللي كان التعليم بثمانينيات القرن الماضي عادل التعليم بالدول الاسكندنافية واليوم التعليم ما معترف فيه، مدينة بغداد اللي هي أسوأ مدينة للعيش بالعالم، الأهوار اللي كانت على لائحة التراث العالمي واليوم مهددة بالخروج من هاي اللائحة بسبب أنه راح تجف. شنو اللي قدموه للمواطن العراقي؟ الكل يعرف اللي صار بالفترة المضت، هذا يريد يشتري أصوات، بطايق كي كارد، رواتب، رعاية اجتماعية وغيرها، أو بمبلغ من المال، أو اللي وزع سلة غذائية ما تسوى شيء بس حتى يحصل له إش كم صوت، وكلهن شفناهن وشفنا الشارع العراقي شلون تعامل وياهن. لكن ورا ما انتهت مسرحية الانتخابات عندنا ناشط من قضاء الشطرة من محافظة ذيقار سخر من اللي باعوا أصواتهم هالمرة، مو المرشحين، سخر من اللي باعوا أصواتهم إلى مرشحين فاسدين على طريقته الخاصة، واللي حاول يبين بها شلون راح يتعاملون دول الفاسدين ويا المواطنين. تعالوا نشوف سوية. يا الله السلام عليكم. شلونك؟ الله الخير وبركة. الخير وبركة، موفق إن شاء الله. الله يوفقك. وما قصرنا وياك. نعم. شهر نركضنا لك وتعبنا وياك. نعم. يا الله يا الله. نعم. ها وين نصعد؟ وين صعد الشهر؟ 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 وين حاول بهذا المشهد التمثيلي أن يبين المرشح ورا ما راح يفوز شو راح يتعامل ويا المواطنين. بالضبط أكو مسرحية مصرية قديمة
العراقيين كلهم شايفيها ويحبوها. العيال كبرت لما سعيد صالح يقولهم أنا بس انتخبوني أبني جامع ومستشفى وغيره وغيره وغيره، بس أوصل المجلس بعد ما حد يشوف وجهي. بالضبط هنا نفس المحاولة حاول يقدم لنا هذا الناشط. الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع. أول تعليق موجودي أنا بسمة، سووها يمنا مرشح جاب بواري مي من خسر شالهن كلهن، مصالح ماكو واحد قلبه على شعبه، الله لا يربحهم. وهزال يقول كافي خلصت شغلتهم مثل هاي المرشحة اللي على أساس اشترت بيت إلى فقير على قد التصوير. ومحمد قال شبل والله عيب تجيب محولة قبل الانتخابات ومن تخسر تجي تشيل المحولة. محمد هادي انتهت علاقتهم ويا الشعب، هسه كل من غير الرقم مالته. يمكن الأخ اللي خسر الانتخابات وشال المحولة بمحافظة ديالة ممكن كان يتأمل أنه يصير بالمجلس، وهو ما أخذ هاي المحولة من واحدة من دوائر الدولة فقال لك أغطيها وأضمها، هسه بعد ما يقدر يغطيها فإجا شال هدا يرجع المكان. والعجز، لأنه تعرفون الدولة العراقية تحاسب على العجز أشد الحساب. أبو حسين من بغداد حياك الله. أبو حسين تسمعني؟ انقطع الاتصال من أبو حسين. أبو أحمد من الرمادي بالأنبار حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ العزيز احنا نشكركم على هذا البرنامج. الله يسلمك، لا شكر على واجب. دائما المتابعين ومن المعجبين. الله يسلمك. بالنسبة للانتخابات اللي جرت البارحة، طبعا هي كسابقتها العفو اللي مرت السنين المضت اللي من 2003 لحد هذا اليوم، لا مرت ايام سنين انه منعوا الانتخابات مجالس المحافظات اللي لغت يعني الفتره الماضيه. نعم. احنا بدينا هسه نقول بالمرحله الجديده، هل انه يكون تغيير جذري او تغيير جاي او تغيير يكون صحيح حقيقي، يكون هناك خدمات، هناك إنجازات؟ لا يكون هذا الأمر. كيف لا يكون هذا الأمر؟ الوعود الكاذبة السابقة اللي وعدوها أكثر من كتلة أو قائمة لم تحقق أي شيء من هذا اللي قالوا. حاليا انتخابات البارحة طبعا هي طبعا أنا كفكرة عندي شبهها تختلف عن الانتخابات السابقة. شلون؟ كان أكو سباق. السباق ما كان لأجل خدمة المواطن، لا، كان سباق لأجل الكراسي وتحدي بين القوائم وخاصة محافظات الأنبار أو محافظات الغربية. أنت لاحظتوا هذا الشيء موجود حاليا بالمحافظات، ولحد الآن الأمور متوترة طبعا، يعني يشوفون أنتوا الإعلام، الناس تشوف الإعلام تقول ماكو شيء، لا أكو لحد الآن أكو ضغط داخلي بين القوائم واتصالات وكلام بيناتهم، كلام يعني ما يعرف. بس من خصك أبو أحمد، مشاهدينا كرام، أبو أحمد دا يقصد الصراع بين تحالف تقدم والقيادة. نعم. هذا أقصد. حاليا أنت تشوف أكثر المرشحين اللي خسروا اللي هم قدموا أكثر من شلون نقول صرف وعد. يعني متكاليف وأنطوا للناس وبدخلوا من ما بدخلوا من مواد او فلوس خسروا. حاليا ايش راح يبدون بامور يعني تخل الامن الداخلي يعني من كل النواحي. انت من خسرت طبعا راح تبدي تسحب فلوسك من اللي ما جاب لك اصوات، تروح على ذاك اللي قدمت له محوله، اللي ما ادري ايش قدمت له، راحت يعني نقول من عليها. الله سبحانه وتعالى يقول لا تبطلوا صدقاتكم المني والأذى. كذلك اللي فازوا اللي وعدوا انه بانه راح يقدمون وراح يسوون وراح وما ادري شنو، كذلك نفس الحاله ما راح يقدمون شيء ولا راح ينفعون الناس. الامور تبقى كما هي. هم اذا صحيح وصادقين ويكونون على وعودهم الصادقه اكو وعد بروسهم، وهو المغيبين، السجناء، العفو العام، البطالة. أنت أهم من هذه الأمور كلها الحلبوسي رئيس قائمة التقدم اللي قالوا برمشة عين، كان من المفترض القوائم، احنا ما نريد نقول طوائف ولا نحكي بالطائفة،
يعني بالطوائف. لا لا no. أنا ما أقصد. كان من المفترض إحنا نحكي على السياسة، السياسة نبتعد عن المواطن، نحكي للسياسيين. كان من المفترض إذا هم عم عقول واعين ويحكون بأنه إحنا جاي نخدم المناطق الغربية كانت وحدوا. لا، كل من جاي يحكي، كل من يريد يبرز روحه، وكل من يقول أنا أريد أسيطر، وكل من يقول أنا أريد أربح وأريد أستفاد، هذا يخدم ويا المالكي، هذا يخدم ويا إيران، هذا يخدم كذا دولة. كل من يريد يبوق أو يريد ينهب أو ينهش خيرات البلد أو المناطق اللي هو عايش بيها. نعم العزيز، الوضع خاصة محافظة الأنبار وضع خطر والله. يعني أخاف ما حد يعرف محافظة الأنبار بوضع خطر، مسيطر عليها بناس وأحزاب بقوة، بأحزاب وبقوة، بقوة السلاح وقوة السلطة وقوة الأجهزة الأمنية. نعم. يعني طبعا احتفالات البارحة والناس فرحت وعبرت عن ما بداخلها. طبعا أكو ناس تستحق الفوز، طبعا أحكي لك الحق، يعني لا أكون منافق ولا أني أصلا شارك في الانتخابات. مثلا عمر مشعان رجل خدم ويعني قدم من ما قدم، لكن هل بالأيام الجاية راح يقدر يقدم أو يقدر يسوي شيء إذا ما يرجع للرأس الهرم اللي هو معروف؟ ممكن أسألك أبو أحمد سؤال، يعني أنت ذكرت اسم، شنو اللي قدمه إلى أبناء محافظة الأنبار مثلا، من ممكن تقول عليه شيء جيد حتى الناس تعرف مثلا؟ أنا حتى أكون صريح أمام الله سبحانه وتعالى، أكون صادق أمام الله سبحانه وتعالى، والله لا عندي ويا مصلحة ولا يعني ولا لا صادق إيه؟ صادق، بس نريد نعرف شنو اللي قدمه بحيث أنه يستحق. إنه اللي يعرف هو كان رئيس مجلس العفو، رئيس بلدية الأنبار، أنه سوى خدمات شوارع، حدائق، منتزهات، أو مثلا طيب سوى هو رئيس بلدية، هو رئيس بلدية، نعم رئيس بلدية الأنبار لو الرمادي لو الفلوجة لو الرمادي العفو، زين بلدية الرمادي، الرمادي بها أماكن، بها بيوت مدمرة إلى أناس نزحوا عنها بسبب دخول تنظيم داعش الإرهابي إلى محافظة الأنبار لو لا؟ طبعا كون طبعاً. رئيس بلدية مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار، شنو اللي قدمه إلى النازحين حتى يساهم بإرجاعهم مثلا؟ شوف أني قلت لك أعطيتك إيجاز بسيط، بس أنه قصدي يعني شلون مو حتى الناس هم تعرف، يعني احنا من نطشي نعم هو راح اعطيك انا مو دفاع، لا الله يشهد علي، حتى لا اكون منافق. نعم هو ما قدم شيء، طبعا هو قدم لاجل مصلحته، لكن نقول يعني حتى يقول شلون يقولون امثال تضرب ولا تقاس، يعني مثلا هذا المثل، يعني اني اقول لك مثلا هذا الشخص قدم شيء بسيط، يعني مثلا يعني قدم شيء بسيط شويه نقول يستحق طبعا. هو رجل متواضع وانا اعرف الرجل، يعني سابقا كنا انياس رياضيين، لكن ما تربطني حاليا باي ارتباط ولا انا رحت وصلت لهذه المرتبه، بس اوصل لك الفكره. ما قدم اي شيء للنازحين، واني هو اذا يسمعني ما قدم ولا سوى اي شيء. اكو نازحين من اقربائه، هو زين انت وعدتني واشكرك، يعني نبهتني على هذا الأمر، من الناس اللي هم أقربائهم ونساء ما يوم سيلوا عليهم زين، وهذا أهم شيء وهو العرض اللي موجود نازحين بالخيام. مو أبو أحمد توصلتني إلى 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 موصلة من تقول من أقربائك ونازحين وما قدم لهم شيء، ما بخير النفس ما بخير الهلا، وما بخير الهلا ما بخير النفس، شو راح يقدم إلى أبناء المحافظة؟ هي هاي النقطة، ها يعني مثلا محافظة الأنبار تعاني ما تعاني من مشاكل، من ضمنها تدمير 80% من بناها التحتية نتيجة دخول تنظيم إرهابي بسبب تقاعس الجيش العراقي عن أداء واجبة في فترة من الفترات، لما كان نوري المالكي رئيس وزراء كانت أكو أوامر انسحاب، ما كانت أكو أوامر انسحاب مالنا علاقة، لكن لبسه ودشاديش وانهزموا نتيجة تقاعسهم، هذا 80% من البنية التحتية دمرت بالمحافظة. شنو اللي رجع انبنى من هاي 80% حتى الناس تقول اللي كانوا يشتغلون بالمحافظة يستاهلون؟ هذا اللي نريد نعرفه. أنا العفو، يعني أنا ما أنا شوف أنا حتى أكون يعني واضح بالصورة، أنا ما قلت لك يستحق، يعني يستحق استحقاق كامل. نعم. قلت لك يعني
نقول مثلا قلت لك مثلا انه اقول عمر ما شويه عمر رشحان اي انه قدم شيء بسيط وهذا الرجل يعني نقول يعني انه يكون واضح قدام الناس الناس تقول مثلا قدم اما البقيه شنو هذا اللي اقصده اما ك قدم شيء رمزي وشيء قوي وشيء يعني واضح او شيء على الارض هذا ما موجود والبنى التحتيه يعني حاليا موجوده محافظه الانبار اللي هي اهم شيء البنى التحتيه والخدمات والمستشفيات وغيرها وغيرها مع الاسف يعني 40% ما انطي بها 40 نعم شكرا 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 لك ابو احمد. اذا كان المواطن يتساءل من وين دا تجي كل هاي الفلوس اللي استخدموها دول المرشحين للدعايه الانتخابيه مالتهم هم مرشحين الى مجالس محافظات هاي لا برلمان ولا وزارات بها ولا هم يعزنون الفلوس اللي انصرفت منين راح يجيكم الجواب بالفيديو اللي راح اشوفه بعد شويه. الفساد اللي استشرب كل مفاصل الدولة العراقية سبب، سرقة الأموال المخصصة إلى الإعمار سبب، وصارت كابوس على العراقيين لما يشوفون أجزاء من سقف مدرسة يسقط على أو يسقط بالقاع ويخافون لا يقع على رأس الطلاب. هذا اللي صار بمدرسة الثرية بقضاء شط العرب بمحافظة البصرة. الفيديو اللي راح تشوفوه الآن هذا أهم سبب من أسباب المليارات أو دخول السياسيين إلى نوادي المليارديرية بسبب هاي الإهمال ويتصارعون مرشحين وسياسيين وأحزاب على كرسي أو نتيجة شيء. هذا كله يتصارعون ليش؟ لأنه أكو شخص باع صوته حتى ينطي الصوت إلى مرشح فاسد أو إلى حزب فاسد فنتيجته سقوف مدارس متهاوية على رؤوس طلبة ولدنا وبناتنا. خلونا نشوف. أنا عمر هاي شوف اليوم حال واقع المدرسة قضاء شط العرب ما شاء الله هذا حال المدارس تحياتنا هاي مدرسة الثرية سقف حمامات طاح والله دفاع عن جنب لا ما موجودين صارت كارثة طالب موجود جوا هذا السقف ووقع عليه انتهت حياته شنو السبب راح يجي واحد يقول لي المدرسة قديمة أخي أكو مدارس بالعراق مبنية بالزمن الملكي ما سمعنا في يوم من الأيام أكو سقف ووقع على رؤوس الطلاب ليش لأن كانت أكو صيانة دورية أكو ناس تتابع لما يصير خلل يسوون صيانة بيتك اللي هو بيتك وإحنا بيتنا بيتنا مبني قديم ستينيات القرن الماضي اللي هو نظام العقادة لما السياج مال وراديوغا عمرناه لما السطح قفع بدلناه الكاش يكفع نبدله ليش نريد نحافظ عليه حتى نظل عايشين به المدارس نفس الشيء والدوائر الحكومية نفس الشيء والشوارع نفس الشيء والمستشفيات نفس الشيء وكل شيء موجود بالدولة هو نفس الشيء مثل ما أنت تعمر بيتك أول بأول حتى الخراب ما يكبر والدمار ما يزيد البيت الدولة كذلك فالمدرسة جزء مهم من 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 بنيان الدولة لأنه هاي المدرسة هي المعمل اللي نجهز به ونعد به وننشئ به رجال ونساء المستقبل المكان اللي نصنع به بنات المستقبل فهي أهم مرفق من مرافق الدولة العراقية فلازم أكو بها صيانة دورية فلو أكو صيانة دورية صحيحة مو ترقيع ما كان شفنا هذا المشهد وأكو مشاهد هواية إلى مدارس عراقية آيلة للسقوط ولا كان شفنا مدرسة حديثة مساديها لأنه تنتل ولا كان شفنا مستشفى أو مدرسة حديثة ساديها ونسبة الإنجاز 95% والمقاول باقي الفلوس ونهزم عندنا فيديو ثاني هذا الفيديو مدرسة هذا الفيديو جسر حي العامل بالعاصمة العراقية بغداد هذا الجسر الفيديو يبين لكم الخطورة لتعرض الجسر إلى السقوط في أي لحظة ليش راح يوقع هذا الجسر لأن مهمل والصيانة اللي موجودة عليها صيانة شكلية طب واحد حط له نص كيس سمنت وطلع يعني صيانة ترقيع خلونا نشوف هاي ايه هاي الفتحة ضاع عليه اسمع الصوت والله راح يوقع لا يوقع يوقع
أنا أعرف في الجسور أكو في كل مسافة معينة يخلون حاجز حديدي، الحاجز الحديدي اللي بقطعتين مثل الأشواك تدخل ببعضها وتتحرك. هذا الحاجز الحديدي هو للتمدد والانكماش، لما يتمدد بالحرارة أكو مسافة يظل ما ينفتح بهاي الفتحة. هاي الفتحة جاهل يوقع منها، هذا مو تمدد ولا انكماش، هذا الجسر زاحف ومبلطين والسيارات بعدها تمشي ومن جوا مكسر. بس سؤال، مرقعي بسفنج يمص المي لسفنج مثلا، يعني حتى المي لا يخلي الحديد يخيس، السفنج شو يسوي بالدعامة مال الجسر؟ شنو هذا الشغل؟ فتردون تعرفون فلوس المرشحين منين؟ شوفوا هذا الناس والف، تعرفون فلوسهم منين؟ ناس لما شافت هذا الفيديو علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق موجود أنا يعني من أبو علي الباهلي: مع الأسف قضاء شط العرب ومناطق الجزر الأربعة مهملة على كافة الأصعدة، ولا يوجد من يدافع عنها أو يجلب لها حقوقها، وأسعد العيداني حاير بالانتخابات وبس. حسن السبع: مع الأسف أغلب المدارس في قضاء شط العرب خربة، وهذا القضاء يحتاج الكثير، وأسعد العيداني وزير التربية ما لهم علاقة. علي: تعال شوف المدارس بالشويمة خرابة وقاعدين بيها وتريد تطيح للإهمال الحكوميات مقصود. عقيل البصراوي: أهم شيء المسؤولين مرتاحين، الشوارع والمدارس مو مهم، خلي ينتخبون الفاسدين. فعقيل اختصرها قال لك ما دام السياسي مرتاح، جيب عمران، رصيده بالبنك زايد، سيارات مصفحة قيامة الله، حمايات 30 و40 واحد، طز بالشعب. أبو علي من الديوانية حياك الله. السلام عليكم. هيا هلا. عليكم السلام ورحمة الله. عزيزي، هاي فلوس الجسور المشاريع كلها راحت للشيوخ سيارات، وكلها راحت رشاوي هاي. نعم. وثاني شيء أسعد العيداني من يقعد يطلع لسانه شطولاته، وكان شعب عبيده هو السيد عليهم. وهاي التسريب من يحاسبه بالدولة؟ من يحاسبه؟ هاي الدولة من المشرق للمغرب من يحاسبه؟ باع الأرض للكويت، سلبونها بكل المحافظين. المحافظ من يقعد على محافظة اعتبار ملك، يفسد ما يفسد هو، ما حد يحاسبه، عنده حصانة من الله. نعم. من يدفع ضريبتها؟ يدفع ضريبتها على الناس الفقرة، لا أكثر ولا أقل. نعم. انتخابات ترى انتخبت 20% 40% ترى ماكو، هاي انتخبت أغلبيتها بفلوس، مشتري أصوات بفلوس. هاي فلوس الجسور والمستشفيات وفلوس الصحة كلها، هاي وين راحت؟ راحت الانتخابات، ما حد يحاسبهم. كل نائب يملك له 70 مليار 80 مليار، هو المرشح علم المرشح جاي السواد عيوننا لو جاي للسلب والنائب. نعم. جزاك الله خير الجزاء. شكرا، شكرا لك أبو علي. أروح إلى مأساة ثانية ومعاناة لكل مواطن عراقي ولكل مراجع، هو استغلال الدوائر الحكومية إلى المراجعين. من هاي الدوائر دائرة مرور الديوانية بمحافظة القادسية. الدائرة ايش تسوي؟ تجبر المراجعين أن يدخلون على ساحة، ما جراج يعني، حتى شنو؟ حتى الدائرة تستقطع من عندهم مبلغ 2000 دينار توقف، علما أنه ماكو ساحة وماكو شارع مناسب لدخول السيارات. والساحة اللي هم يجبرون الناس يقعدون بها عبارة عن برك طينية أو حال. فرجاء ويا 2000 دينار وزعوا إلى كل مراجع تشظمة
حتى قبل ما ينزل من سيارته لا يطين بلا زحمة. خلونا نشوف. هذا بالقادسية. أما منطقة الشعب بالعاصمة العراقية بغداد أكو مناشدة لأهالي حي الجزائر. ليش؟ لأنه أحيائهم غرقت، ما مطرت الدنيا. الجماعة هنا عايشين بمنطقة ما بيها شبكة صرف صحي، ما بيها مجاري لتصريف المي، ما بيها بنى تحتية. فتخيلوا منطقة عايشة بهالحال هذا. والله العظيم دزولي رسائل قالوا ناشدنا الأستاذ أحمد الخوام المحترم مدير بلدية الشعب، يقولون إحنا حي الجزائر منطقة المثلث مدخل معمل التشكليت، يقولون يابا منطقتنا منكوبة هذا وضعها. والله هسه الصبح دازلي رسائل قالوا يابا ناشدنا مدير بلدية الشعب، فيا ريت يا أستاذنا المحترم مدير بلدية الشعب تلبي لهم هذا النداء، هاي المناشدة، وتسعف منطقتهم، باعهم لأن وضعهم مزري، ويقول صار لنا أشهر على هالحالة. بعد بقت يم الله احنا ناشدناكم وإن شاء الله يستجيب لكم الأستاذ أحمد خوام. حي الجزائر صار لأشهر عايش شيء، يعني مننا أنا السنة الجاية يصير بي تماسيح هذا المستنقع، يتحول مستنقع مو شارع. ناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق موجود ويانا من علي السعيدي: ما شاء الله كربلاء وصلت مرحلة متقدمة من التبليط بحيث يبلطون كاكاو موسفلت، بركاتك مستر تبليط. أبو طارق القرعاوي: مو أفضل حال من مرور بابل. وأبرار تقول: ما يقبلون يطلعون سنوية التوك توك، صار 8 أشهر عد مرور كربلاء. وفاضل منصور يقول: كلها حيتان لا حياة لمن تنادي. فكان هذا تعليق الناس على قضية استغلال موظفي دوائر الدولة واستغلالهم إلى هموم الناس والمراجعين، إضافة إلى إهمال دوائر البلدية إلى عملها. تعرفون مشاهدينا الكرام قناة الرافدين أوجدت نافذة اسمها نافذة أنت ترى. نافذة أنت ترى تقدرون تتابعون الشريط الأبيض مع الأخبار الجوة، في نهاية أكو رقمين لنافذة أنت ترى تقدرون تدزون عليها اللي تردون تنشروه، مثل هذا الفيديو اللي موجود عندنا من أهالي ناحية الإسكندرية في محافظة بابل، انتقدوا استغلال المرشحين للانتخابات لهموم الناس. ليش؟ لأنه يريد يصعد إلى مجلس المحافظة على اجتافات الناس وعلى همومهم. أطلقوا وعود كاذبة من أجل أن يحصلون أصوات فقط ومهامهم الناس، إضافة أن بعض المرشحين روج نفسه على أنه مستقل، ما له علاقة لا بحزب ولا بكتلة. تبين لهم فيما بعد أنه هذا المرشح تابع إلى حزب فاسد هم ما يردوا، أو يوقف وراء مسؤول فاسد هم كارهي وما يردون وجوده أصلاً بهذا البلد. خلونا نشوف. لا لا بالخدمة. بس هاي شغلة التمليك. يعني أنتوا يعني والله عيب، يعني زحمة. حاطين شبايين صرف ماني. إحنا أهلنا بالثمانينات نسمع تمليك الدور تمليك. هاي حطوها شماعة. شماعة أنت تجيني تضحك عليها، أنا الحين تبي أضحك عليها والله راح أملك مو عيب مستحيل. أنت لا أنت ولا لك مملكة ملكي. تكذب علي. أنتوا هاي المشكلة، هاي العالم جاي تسمعهم. والله إيه راح أملك شو تملك. عليه معين تريد تفوز عندك غير أساليب. دور المركز مدريب قبل ملك وزير العمل. يجينا والله ملك الدور والله داعي. أنا أتأمل لا تواعي. تعيينات ما العاطلين. لا تواعي. أنت أكتر مرشح من كده ما ذكر اسمهم. أكتر مرشح حسيت جات حلوة. أنا ما وعدي. أنا ما وعدي. جات قال ما عندك إيش. ولا أقول لك راح أسوي راح أسوي. نفوز والله كريم. أنت جات فوز 50. أنت هذا اللي أنت 50 ألف. أسأل إذاك بالله. صحيح. ياخذ مكانها أكثر. أنت بتعرف جاي تطلع 50 ألف. إيش قد تطلع 50 ألف فوز. مطالع يمكن 10 ملايين مو. نعم. إيش قد هذا راح يطلع. يطلع دال هنا 10 مرات. تجارة صارت تجارة. مع الأسف والله. مع الأسف مع رمضان. هذا كان رأي الناس
في ناحية الإسكندرية بمرشحين الانتخابات اللي يعتبروهم هم جايين فقط من أجل ما يعني مكاسبهم الشخصية مو من أجل المواطنين. هذا اللي كنا نقوله قبل الانتخابات، واللي فيديوهات اليوم لما يطلع لك مرشح جايب مولدة وهي مو شغلة، جايب مولدة هدية، وأول مرة أشوف واحد يروح يدور وراء الهدية ويسترجعها، جايب مولدة إلى منطقة لأنه خسر بالانتخابات راح شالها. أول مرة أسمع باللي دا يصير، اللي دا يصير اليوم بالعراق. عركاتهم مو من أجلكم أخواننا المشاهدين أخواننا المواطنين، عركاتهم ووضعهم هم من أجل مناصبهم فقط، من أجل الاستفادة الشخصية فقط. هو يدور وراء عضو مجلس محافظة حتى يفكر إيش قد يجيب مشاريع من وراء، حتى يفكر إيش قد يجيب كوميشنات من وراء، حتى يفكر الفلوس اللي دفعهن عليك أو على غيرك أو نطاهن لغيرك ده يشتري هذا المكان حتى يعوضهن ويفرخهن هم يعني. وراها أنت يصير عندك خدمات، ما يصير عندك خدمات، يصير عندك كهرباء، ما يصير عندك مي، ما عندك، تصير عندك وضع طبيعي، تصير عندك حياة كريمة، هاي مهمة. هم الأول والأساس هو شلون يكبر رصيده بالبنك، شلون يشتري سيارة آخر موديل، شلون ولده يرتاحون وشلون يصرفون بالملايين، وأنت عايش بالضيم وراتبك إذا كنت أنت عاطل عن العمل أو من ذوي الاحتياجات الخاصة وتريد تروح إلى رعاية اجتماعية وتحصل راتبك، راتبك أقل من 100 دولار وما يهمه. هذا هو الصحيح اللي هم يشتغلون عليه، هاي هو سبب عركتهم مو أنتو. نلتقيكم على خير إن شاء الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامج صوتكم بإذنه تعالى، باكر في أمان الله.